شائعة أخرى أيضا استهدفت إحداث بلبلة وغضب بين الموظفين، هذه المرة بتقول إن الحكومة قامت بإيقاف تجديد إجازات المصريين العاملين في الخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفى صحة تلك الأنباء تماما وأكد على عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة للعاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب. كمان وضحت أنه طبقا للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018 تتم الموافقة على مد الإعارات أو الأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه وتوافق عليها. كمان شددت على أن كل ما يثار في هذا الشأن هو عار تماما عن الصحة وبيستهدف فقط إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.